وين أمكم؟ اتأخرت كتير، وين راحت يا ترى؟ ما قالت، راحت هي وأم فادي، يمكن نزلت على السوق مشان تجيب أغراض للسفر. معلش فاروق، خلينا نروح على البيت، بنجي يوم تاني، أنا تعبانة وبدي أروح على البيت. وين بدك تروحي؟ لسه ما شفتك. بنت أختي مشتقت لك كتير وبتحبك، إذا إجت وما لقتك هون بدها تزعل كتير. حاسة إنه بنات بنت أختك متضايقين مني، مو شايفة هون ما حكوا ولا كلمة من وقت ما قعدنا؟ شوفها كيف عم تتزاولني. لك لا مو متضايقين منك، هدول خجلانين منك. هلا انت ما رح تصير مرت خالد، مشان هيك هنن بيرجلوا مني لي انا شخصيا، ليش ما بعرف. شعلوا لنا هالتلفزيون، بركي بيطلع لنا مسلسل مكسيكي. لا خالو، هلا مو وقته، هلا وقت الاخبار. افتح لك على الاخبار. لا لا لا، بلا اخبار، دخيلك كلها غم، هلا مو وقته. شبكم خالو؟ ليش ساكتين؟ مبسوطين لكم رايحين على المكسيك؟ ما رح نروح ونتركك خالو، رح ناخدك معنا، ماما هيك قالت مشان ما حدا يلعب بعقلك. سكتي انت ام نص ساعه، امي فوت رجوعه العبي بالكمبيوتر تبعك. يلا تعالوا افتح لكم على صفحه زواج دوت كوم. بنت اختي حكيات اظراف، بس هي احيانا بتزيدها شوي. خلينا نروح، حاسه الجو تقيل داخل. خليكي هلا بسمعك شويه اغاني. خالو امي حطي لنا اغاني قديمه. ما عنا خالو، ودرناهم لانه مسافرين، اعطيناهم لابو راضي. طيب لك تحطوا لنا اغاني من عندكم، ميرفت بتفهم كتير بالاغاني، شغلتها. بس بعد كام يوم ما رح تبقى شغلتها ابدا. نحن عائله اكريكوز، نسواننا ما بيشتغلوا ابدا، نسواننا بيعدوا بالبيت وبيتستتوا. يلا يا بنات يلا، حطوا اغاني ورقصوا وهيصوا وكيفوا، ساعه البسط ما بتتفوت ابدا. تأخرتي. هجري عليه، هجري عليه مول بلا خانه، هذا خالك ما عاد بعقله. يعني ما له عم يوعى شو عم بيساوي؟ رح بنتك يا فاروق بيك، كنت أركز رجال بحياتي، بس خالك جن، فاروق بيك انتهى، فهمتي انتهى. طولي بالك ام فادي، تعي تعي اشربي ياسون، هذا بيهدي لك اعصابك. الي من امبارح ما في غير بقيم كاسه وبحط كاسه، بس بدني عم يرجف رجف. بتشوفي تدبيره عندي،
إذا ما بخليه يتركها من حاله ما بكون أنا منيرة. يعني ما رح تحجري عليه؟ هلأ لا. ما سمعتي المحامي شو قال؟ بده براهين إنه عم يتسافه. تعرفي؟ عجبتني كتير هاي الكلمة. الحقيقة خالك عم يتسافه كتير. قبل ما زبط البراهين لأحجر على خالي عم بجمع معلومات عنا وصرت عرفانة شغلات كتيرة بس ما بتكفي. وشو عرفتي؟ ديري بالك يا ستي. قال إلى طلعات وفوتات مع ناس كتير وطلعت ما لا يتيمة. إمها وأبوها موجودين بس أبوها مريض. دخيلك وهذا الشيء رح يأثر على فاروق بيك؟ ما هو طابط لقرقيط أدانه وبجوز هالشغلة هي تخليه يشفع عليها أكتر. مشان هيك عم أقلك طولي بالك. أنا بدي إياها تغلط لها شي غلطة ومسكوا إياها مسك اليد مثل ما عم قلك. قالوا لي إلى طلعات وفوتات يعني في شي مو مزبوط والمحل اللي بتشتغل فيه بفوت عليه أشكال ألوان ناس كتيرين. قال بيعدوا كمان بالساعات يعني شامين ريحة مو ظريفة بس عم بستنى لأتأكد. أيوة مثل شو هالريحة اللي مو ظريفة يعني؟ قال كل يوم بعد ما تروح على البيت بتغير أوعية وبترد بتطلع بتركب تاكسي ومدري وين بتروح. لوين؟ لوين بتروح؟ لسه لهلأ ما عرفوا أم فادي بس يعرفوا بيقولولي. هلأ أكيد علي ما حتسترط علينا؟ إيه أكيد. جبت لها 4 CDs ألعاب وخزنت لها ياهم بالكمبيوتر يعني من هون لأسبوع ما بقى أتحرك من على الكمبيوتر. يا را إيه شلون بدنا نطلع بفساتين السواري؟ لشو فساتين السواري؟ البسي سبورتشيك. سبورتشيك؟ ايه يا را اكيد فيه حيكون مخرجين وفنانين. ايه في اكيد اكيد. اصلا اللي ما له شغله ولا عمله بيروح لهنيك. يا رب يا رب يكون في شي حدا منهم هنيك ويكتشفني. هلا المهم امك مهدتي لها؟ ايه قلت لها انه رفقاتي عاملين لي حفله وداع. ايه وقلت لها انه اخذي اخواتي معي. ما قلت لها عند مين يعني مين اللي عملت لي الحفلة؟ قام سكتت وما حكيت شيء. بتعرفي ليش ما قلتي لها انه لما؟ قولي لك انت انه رايحين مع لما. بتعرفها كيف يعني بدي اقول لها؟ بركي اتصلت لعندها على البيت بتعرف رقمها. صح صح مزبوط. بركي والله ما تعرف وين رايحين لحتى تشنق. شلون تبعتيهم لحالهم يا خالو؟ كنت قولي لي كنت اجيت انا وصلتهم. ما بصير بنات يمشوا لحالهم بالليل. الدنيا ما فيها امان. بنات مع بعضهم خالي ورفيقتهم يلي عازمتهم بيتها بالمهاجرين والطريق لهنيك ونس. كانت تيجي هي كنت جبتها ووصلتها بلا ما تبعتي بناتك. خالي رفيقتهم عاملت لهم حفلة وداع قبل ما يسافروا على المكسيك يعني ما حبيت قل لهم لا حرام ما عاد يشوفوهم. شوفي مرفت ما في من تربيتها وأخلاقها بنت راكزة ومن أحلى ما يكون. لك مالها رفيقة من بيتها للشغل من الشغل للبيت حتى على السوق ما بتنزل بتشتري غراض. اخ متمني من قلبي هيك بركي بصير عندي شي ولد منها. يا هل ترى الله بيحقق لي هالامنيه وبيفرح قلبي باخر عمري. ليش لا الله كريم خالي بس يعني لك مروه تربي ولد. شو قصدك صحتي شبه صحتي مثل الفرس دقي على الخشب وحتى ركبي ما عادت وجعتني. الحمد لله صاير عم بعتني بحالي منيح منيح انا منيح صرت. ايه الحمد لله خالي الله يديم صحتك عليك. تأخروا بناتك ما بصير البنات يضلوا للساعة 9 برات البيت. هلا الساعة 11 وما شرف حضرتهم. بعمل هيك بعمل هيك دق الباب. رح افتح خالي. امشي معي خانم امشي امشي معي. عرفت لوين عم بتروح كل يوم بالليل رح مسكك اياها مسك اليد. استنى شوي يلا. قوم خالي قوم معي بسرعة قوم. شوفي هلا بتشوفي بعينك. امشي لوين؟ امشي هلا ما في وقت. امشي خالي. توبي ماما توبي. يا فضيحتي يا فضيحتي. ولك هي اخرتها لمكم من المرائس. ولك انا ما بيكفيني اللي فيني انتو خالكم. شايف يا ابو راضي قال بعتك طلقت ميرفت لقطت بناتي معها. خالي يبعت لي حمى شو صار له؟ خالي خالي شبك خالي اصحى خالي قلت لك خليني اعقده على المستشفى دغري. طولي بالك خالو طولي بالك. ها ها ليكو فتح عيونه ناوليني بصلي لك ناوليني. خليني اجيبي بصلي بسرعه. هو فاروق بيك فاروق بيك. خالي اصحى خالي خالي وين يسلموا عليها يسلموا. خالي اصحى خالي. بصلي
سمدياتك. فاروق بيك اتركوني اتركوني موت، ما بدي اعيش ما بدي اعيش. سلامتك سلامتك يا فاروق بيك، بنتو لعبت عليك شو صار؟ ما صار شيء. بعدين انت مو اول واحد مو اول واحد، يا ما بزماني بنات احلى منا بكتير لعبانين علي، بتصير بتصير كتير يا فاروق بيك. شفتها بعيني شفتها بعيني وهي عم ترقص مع واحد تاني، ولما سالتها قلت لها ليش عم ترقصي مع واحد تاني؟ قالت لي ما بعرف برقص لحالي. قلت لها كنت نادي لي برقص معك، قالت لي انت ركبك بتوجعك. شفتها بعيني شفتها. بعد عندي ريحة المزرعة تغنيني. منيح منيح اللي كشفته يا فاروق بيك، بكره بتلاقي احلى واحسن منا. اتركوني اتركوني بدي موت حالي. يا بنات حدا معه فرد منكم؟ بدي اوس حالي بدي اوس حالي. طول بالك طول بالك. ابو راضي روح جيب لي منوم، خلينا ما بدي يضل هيك صحيان. ردي خانو، ما تردي رئيسة العصابة، حفلة عملتها رفيقتك مو؟ لك انا بفرجيكي بس ليصحى خالي. الو ايوه مين؟ وديع؟ مين وديع؟ جوزي؟ شو بدك انت التاني؟